القنطره اللي كسولتون عليه ديال مديونه راه فيها تقريبا 17 مليار ديال السنتيم، راه 170 مليون ديال الدرهم، راه 17 مليار باش طلعت عندنا هذيك القنطره ديال طريق مديونه. وتقريبا راه غتشوف هذه الايامات هذه ان شاء الله راه غتحل الطريق تما ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش تساهم في السيوله وفي السير والجولان، لانه بهذه المناسبه تنعتذروا للسكان ديال سباته ولا ديال عين الشقول، الناس كاع المستعملين ديال الطريق ديال المديونه، الطاكسيات وهادشي اللي غادي للمديونه واللي غادي للبرشيد ولا ديك النواحي، تنعتذروا لهم لان هذيك الطريق مهمه ورئيسيه واساسيه. ولا شفتوا دابا الاشغال اللي راه غاده فواحد التقدم جيد جدا، الا شفتوا شارع طاح من فوق هذه القنطره راه لي بروبر دابا، الا شفتوا شارع القدس حتى هو راه مزيان، الا شفتوا شارع ديال يعقوب المنصور حتى هو راه مزيان، دونك راه الامور الاشغال غاده فواحد التقدم، وغادي نحترموا الاجل. لا لين 5 ولا لين 6 ديال الترامواي غيكونوا قبل من شهر 6 ولا شهر 7 ان شاء الله ديال هذه السنه ديال 2023، ولا لين 3 ولا لين 4 ديال الترامواي ان شاء الله غتكونوا في السنه الجايه حتى 2024، وان شاء الله ديك الساعه غادي تكون البنيه التحتيه ديال الدار البيضاء، وغتبان الدار البيضاء في واحد الحله جديده، وغتبان الدار البيضاء ان شاء الله في واحد المنظر جميل جدا.